وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مجدي علام، أمين عام خبراء البيئة العرب. دكتور مجدي، يعني بعد التحية ومن خلال متابعتك لكل الفعاليات الخاصة بهذا المؤتمر الدولي والحدث الأبرز على الساحة العالمية، مؤتمر COP27 لتغير المناخ، ونحن بانتظار النتائج التي سوف تنفذ على أرض الواقع لهذا المؤتمر، ما الذي تتوقع إن شاء الله من نتائج ستخرج في الجلسة الختامية إن شاء الله؟ دكتور مجدي علام، دكتور مجدي علام، أيوة، أتحدث عن توقعك دكتور مجدي علام للنتائج إن شاء الله التي سوف تظهر إلينا في الجلسة الختامية لمؤتمر تغير المناخ. العالم كله ينظر إلى مدينة شرم الشيخ ونتائج التي سوف تخرج من هذا المؤتمر الدولي الأبرز والذي يناقش كيفية مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي. الحقيقة طبعا يعني معظم المخرجات المؤتمر الحمد لله بنجاح، ويمكن أكثر من 85% نسبة النجاح للمؤتمر في COP27 مقارنة بالمؤتمرات السابقة تخطت حتى يعني 80% و85%. طبعا في مشكلتين دائمتين، يعني ليس أول مرة، عشان البعض يتصور أنها أول مرة، وهي قضية ما يطلق عليه اللوسن دامج أو الخسائر والأضرار. الخسائر والأضرار اللي حصلت بسبب الثورة الصناعية. نعم. لأن الثورة الصناعية امتدت على 500 سنة، فأنت مش ممكن تيجي لواحد تقول له ال 500 سنة دول هتدفعهم في النهاردة أو بكرة أو في سنة، فيبقى الكلام على إن اللوسن دامج ده أو اللي إحنا خسرناه ده ممكن نستعيد النظم البيئية دي في كام سنة. يعني لازم في لجنة علمية لحل أو لفض هذا الاختلاف في وجهات النظر. هو من يعني أعظم حاجة عملتها مصر وبرعاية الرئيس إن هم وافقوا إن البند ده يتحط. ده إحنا بقالنا 20 سنة بنحاول نحط بند اللوسن دامج ده ما اتحطش. يعني النجاح الكبير إن البند أساسا دخل في الاتفاقية، والجزء الثاني تطبيق هذا البند يحتاج نوع من المرونة من الطرفين. يعني لا يستطيع الدول الصناعية تقول إن أنا لن أدفع شيء، ولا يستطيع الدول النامية إنها تقول للدول الصناعية ادفعي كل شيء. يعني يجب أن نصل في منطقة وسط ما بين الخسارة والمكسب للطرفين. نعم. لكن حتى الآن الطرف الأفريقي والطرف جنوب يعني أمريكا الجنوبية وجزء كبير من جنوب شرق آسيا هو اللي تضرر، اللي احنا بنطلق عليها الدول النامية، بنطلق نعم. عليها الدول الاقتصاديات الناشئة، والدول الاقتصاديات الكبيرة كسبت. فاحنا ما بنقولش ان انت يعني تدفع كل حاجة، بس فاهم معايا، وإلا لما يجي يحط تمويل ما يقولش انا دفعت مليار دولار قروض من الصرف. ما انت بتحط لي قروض وبتحط الفوائد بتاعتها 20%. فاحنا بنقول لك لا يا سيدي، خليهم 50% منح و50% قروض، والقروض خليها على مدى زمني طويل. يعني ما تقولش للفلاح الافريقي هدي لك مثلا لنيجيريا ولا لتشاد ولا النيجر ولا حتى يعني الدول اللي متاثره بشده من الجفاف والتصحر اللي ضرب حوالي 12 دوله في افريقيا وجزء كبير عندنا في الصحراء الافريقيه. نعم. في الشمال الافريقي 25,000 فدان فقدتهم المنطقه العربيه، خرجت من الامن الغذائي وخرجت اساسا من غطاء الاقصى. فاحنا بنقول له خلي التمويل بتاعك بنسب معقوله، وبعدين لما تيجي تديني تكنولوجيا حديثه ما ترفعش السعر، انت محتكر التكنولوجيا الحديثه ومحتكر الصناعه على مستوى العالم كله، فانت لما تيجي تديني التكنولوجيا ما اشتريش انا كفلاح الترمبه بتاعت الري اللي بالتنقيط اروح ادفع فيها مثلا 300,000 جنيه، هيجيبها منين 300,000؟ فلازم هم كدول برضو يعني غنية بقولها. حضرتك بتشير بشكل أساسي طبعا إلى أهمية الأنظمة الخاصة بالإنذار المبكر أو الرصد المبكر وأهمية الاستثمار فيها من قبل الدول النامية، ولكن نظرا لظروفها فهي لا تستطيع أن هي توفر هذه الأنظمة على الرغم من أهميتها الكبيرة. يعني تمام، حضرتك قلتي بالضبط اللي أنا عايز أوصل له. نعم. اللي في الايرلي ورنينج سيستم ده، الانذار المبكر. نعم. بيبعت يقول للفلاح خلي بالك الاسبوع الجاي في درجه حراره عاليه، في رياح جايه، في جفاف جاي، في سيول جايه. ما هو برضه لو احنا كان عندنا نظم انذار في المناطق اللي غرقت في افريقيا كلها دي، كان الناس عملت حسابها وخرجت حتى بره هذه
المناطق اللي هي منخفضه. فنظم الانذار المبكر وما يطلق عليه الافيشنت ريجيشن تكنولوجيز وما يطلق عليها زائد الان ورنينج سيستم، نظام الانذار المبكر ده، الاثنين الحداثه في الري وفي الزراعه. الاسمده بتاعتنا لازم تبقى عضويه بدل ما هي مولع في قش الرز وفي بقايا القصب السكر. الجزء الثاني انه انا لما بعمل مشروع ما يبقاش في حاجه اسمها انا عندي نص فدان وفدان. يا جماعه لازم كتله زراعيه وترجع تاني التعاونيات الزراعيه تاخد الكتله الزراعيه مع بعضها. 500 فدان على زي التجربه الناجحه للطريق الصحراوي. نعم. حضرتك امشي على الطريق الصحراوي، امشي على الدلتا الجديده اللي الري افتتحها في وادي النطرون، امشي في الضبعه في مطروح، هتشوف نظام الزراعه الكثيفه وما شاء الله حجم المعدات اللي موجوده الحديثه وحجم المهندسين اللي شغالين والشباب. ليه بيبان الشغل؟ لانك بتاخدي 500,000 فدان مره واحده. نعم. تزرعيهم، يعني الريس اول ما افتتح 100,000 فدان في توشكا للقمح، فانت بتاخدي كتله تقدري، ده بيخفف لنا التكلفه يا جماعه. انا برضو لما باخد 100,000 فدان واوصل له نظم ري ونظم طاقه واوصل له سماد مقاوم للجفاف، وقصدي بذور مقاومه للجفاف ومقاومه للملوحه ومقاومه للستريس اللي هي الستريس الحراره الشديده، لما بيدفع ده في مساحه كبيره مره واحده بتقل تكلفته. نعم. لكن لو انا كل فدان، وده على فكره مشكله كبيره جدا ما قبلنا في القطاع الزراعي، نتمنى تمكين التعاونيات الزراعيه انه على الاقل المساحه 1000 فدان، زي بالظبط ما الشركه الوطنيه عامله على الطريق الصحراوي بال1000 وبال5000 فدان. اقل حته بيخشوها. اذا دكتور مجدي، نعم، اذا دكتور مجدي، يعني حضرتك بتطالب انه يكون هناك نوع من انواع المرونه اللازمه بالنسبه للدول الاطراف للوصول الى اسس يمكن البناء عليها والوصول الى اتفاق بيسهم في يعني مكافحه الاثار السلبيه للتغيرات المناخيه، سواء بالنسبه للوصول الى انه درجه الاحترار العالمي لا تزيد عن درجه ونصف درجه، وكذلك ايضا فيما يتعلق الملف المهم جدا الخاص بالتمويل ومعالجة الأضرار والخسائر. هذه هي الآليات من وجهة نظرك التي يجب أن تتخذ وتوضع في الاعتبار حتى يتم الوصول إلى آليات فعالة ومنفذة على أرض الواقع لكل الآثار السلبية للتغيرات المناخية. تمام. وبعدين تمام، يعني عايز أقول لحضرتك يعني برضه وزارة الزراعة المصرية عشان نديهم حقهم. نعم. عملوا دلوقتي جينو تايبنج، يعني بقى عندنا بذور بتقاوم الجفاف وبتقاوم الحرارة. نعم. وبقى في نفس الوقت في دلوقتي الجمعيات التعاونية الزراعية أول فوق نزل لهم من المعدات الزراعية حوالي 100 معدة زراعية من جميع الأنواع، سلمهم السيد وزير الزراعة والسيد نائب وزير الزراعة للمنتفعين في 30 قرية من اصعب القرى في جمهوريه مصر العربيه، في وادي النقره ووادي الصعايده في الصعيد، وفي غرب الفشن وغرب سمنلوط في المنيا وبني سويف، وفي بطوبس في كفر الشيخ، يعني ما اشتغلناش في القاهره. نعم. وبالتالي هذه ال 90,000 فدان النهارده بقى لنا 6 شهور زيارات دوليه جايه من جميع منظمه الاغذيه والزراعه ومن الصندوق الدولي للتنميه الزراعيه ومن كافه الهيئات الدوليه تشوف نجاح الفلاح المصري في إدارة التكنولوجيا المعقدة. نعم. حاجة تفرح. طيب بما يعني ان حضرتك بتتكلم دلوقتي. نعم. بما ان حضرتك بتتكلم ايضا دكتور مجدي على النجاح المصري في هذا المجال في الحفاظ على البيئه وفي الحفاظ او مكافحه الاثار السلبيه للتغيرات المناخيه، في تنسيق طبعا بين كل اجهزه الدوله، خليط نحل بين كل مؤسسات الدوله لتحقيق هذا الهدف. يعني برضو انا عايزه اتكلم مع حضرتك على مدينه شرم الشيخ، هذه المدينه التي تحولت الى مدينه خضراء لكي تستضيف هذا المؤتمر والذي يعد الحدث الأبرز على الساحة الدولية وبمشاركة دولية واسعة. يعني كيف نظرت إلى هذه المدينة بعد هذا التحول الكبير الذي حدث فيها؟ مساحات خضراء شاسعة، المنطقة الخضراء بكل ما فيها، استخدامها للطاقة الشمسية وأيضا يعني غيرها من كل الآليات التي تساعد في الحفاظ على البيئة وأيضا تكافح الأثار السلبية الخاصة بالتغيرات المناخية. والحقيقه يعني عايز اقول لحضرتك مدينه شرم الشيخ، بنشكر الرئيس السيسي على المفاجاه الساره اللي عملها لنا جميعا.
احنا رحنا لقينا شرم الشيخ مدينة جديدة خالص غير اللي احنا شفناها، ولقينا طرق غير اللي احنا كنا عارفينها، طرق واسعة ومسارات للدراجات، الاوتوبيسات بالكامل بالكهرباء. نعم. ودي كانت مفاجأة لكل زوار وكل المشاركين في المؤتمر. القاعات الثلاثة متسعة أكثر من هو اللي مطلوب، جميع الشركات والهيئات والكليات والجامعات ومراكز البحوث والوزارات والهيئات الدولية، كل من طلب مساحة للعرض وجدها فيها. طبعا احنا كلنا فوجئنا بحجم الإنشاءات اللي تمت في أقل من سنة، يعني لا يمكن أي دولة تقدر تعمل اللي عملته مصر ده، يعني تقدر تقولي معجزة معمارية من كل الأوجه. وإنه يبقى في هذا النظام من الطاقة ونظام المياه متوفرة ونظام الخدمات الأساسية متواجدة، وإنك ما تلاقيش ورقة مرمية على أي مكان في الصلاة أو في الشارع، شيء تفتخر به مصر كلها الحقيقة. يعني إن كان يعني يجب الشكر فالشكر للرئيس، لأن ما رأيناه في شرم الشيخ، هي لازم يسموها دلوقتي المدينة دي مدينة شرم الشيخ الجديدة اللي هي مدينة الكوب 27 دي، حاجة يعني غير عادية. طبعا شرم الشيخ القديمة كلها بقى يعني من البياض ومن الرصف ومن الأعمدة، أعمدة الإنارة كلها بالطاقة الشمسية، الأتوبيسات كلها على طريقة زي طريقة الترولي كانت عندنا زمان تعمل بالكهرباء، البايكس اللي معمول لها ممر لوحده، المباني المخططة لكل نشاط، يعني اللي عنده نشاط زراعي مباني مختلفة، الجرين اريا المساحة الخضراء اللي دخلناها حجم غير عادي. طبعا يعني اخواننا السعوديين والاخوة العرب عملوا نماذج غير عادية جنبنا في نفس المكان. الجرين اريا حاجة تفرح يا جماعة. انا واحد من الناس اللي حضروا اكتر من 15 كوب في العالم، اول مرة في حياتي اشوف هذا التميز التي قامت به مصر، وانا اعتقد انه ده سيكون يعني نقطة مضيئة. نعم. للدولة المصرية في تاريخ التعامل مع المؤتمرات الدولية على الإطلاق. نعم. يعني أكثر طبعا من البرازيل وأكثر من كل المؤتمرات الضخمة اللي احنا حضرناها. نعم دكتور مجدي، سؤالي الأخير لحضرتك يتعلق بالملف الأبرز والذي يعتبر هو حجر الزاوية لمواجهة التغيرات المناخية، سواء بالنسبة لعملية التخفيف أو بالنسبة لعملية التكيف أيضا، وهو ملف التمويل، ملف في غاية الأهمية وتم الحديث عنه في كل الفعاليات والجلسات الخاصة بهذا المؤتمر منذ انطلاقه وحتى اللحظات الأخيرة قبل الجلسة الختامية. ما الذي تتوقعه فيما يتعلق بهذا الملف المهم، ملف التمويل؟ اعتقد انه يعني سيصلوا الى حل وسط، يعني صحيح ان الدول المتقدمه كلها عدت اعتراضها على انها تلتزم بحجم ورقم معين، ونسبيا ليهم الحق ونسبيا ايضا ما لهمش حق، لكن ارجو واتمنى واشاهد اعتقد مقدمات انه سيبقى في توافق على حجم التمويل اللي يقدروا يدفعوه سنويا. ما حدش طالب انهم يدفعوا ال 20 وال 30 وال 40 و 100 مليار دولار مره واحده، طبعا هتتعامل على جدول زمني. والحاجه الثانيه ان هم ليهم الحق يختاروا البند اللي هيشتغلوا فيه، يعني احنا ما نجبرهمش نقول له تعالى اشتغل في المنطقه دي، هو يختار. هم عندهم زي ما انت حضرتك عارفه وكالات التنميه الالمانيه وكالات التنميه الامريكيه والفرنسيه، يقدروا يحطوا هذه التمويل او التمويلات في البنوك الفرعيه الاقليميه. نعم. لانه عندنا مشكله في وضع التمويل في البنوك الدوليه الحقيقه، لما بتوصل للفلاح يعني بيبقى الفوائد بتاعتها عاليه، فاحنا نتمنى ان اولا الفوائد تبقى قليله جدا، يبقى في مده زمنيه اطول للسداد، تبقى النسبه الاكبر منح وليس قروض، لان انت بصراحه لما تديني قروض كانك ما عملتليش حاجه. يعني لازم ان احنا نعمل هذا الموضوع بالتوازي مع اليات التمويل الدوليه، احنا ما عندناش مانع يحط الفلوس في البنك الدولي. نعم. ولا عندنا مانع يقول يحطه في الجلوبال انفيرمنت فاسيلتي اللي هو صندوق التمويل الاخضر يعني. ولا يعني عندنا مانع يحطه في البنك الاوروبي، الاتحاد الاوروبي. بس يبقى التنسيق في الدفعات وفي النسب العاليه على الفلاح دي بالتنسيق مع الدوله، ما انت لما تسال الحكومه المصريه طب الفلاح المصري يسدد فايده قد ايه؟ يقول لك من 4 لـ5%، ما تحطش بقى 10 و15%، ما هو هيطفش، هيقول لك مش عايز
القرض بتاعك ده وهيسيب. طيب دكتور مجدي، قبل ما نختتم هذا الاتصال مع حضرتك، الكثير بيتساءل عن المكاسب الاقتصادية لمصر من يعني استضافة مصر لهذا المؤتمر المهم، ومن أبرز هذه المكاسب الاقتصادية هو توقيع مصر الكثير من الاتفاقيات، 83 مليار دولار تحديدا في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة أيضا إلى اتفاق مصر على تنظيمها لمنتدى الهيدروجين مع بلجيكا. قراءتك لهذه المكاسب التي وردت حتى الآن؟ أولا في جوانب أخرى يمكن مش شايفينها كويس. نعم. أنت لما يجي لك 50-60 ألف واحد يمثلوا 50-60 ألف أسرة في العالم، ال 50-60 ألف أسرة دول يمثلوا 60 مليون واحد في العالم، كأن في 60 مليون من دول العالم عارف يعني إيه مصر وعارف يعني إيه شرم الشيخ وروعة شرم الشيخ وهيجي لها سائحا مرة أخرى. صحيح. فأول مكسب لينا هو لو احنا دفعنا مليارات عشان نعمل دعاية لشرم الشيخ ما كناش هنقدر نعمل دعاية عملية. صحيح. هم الناس أنا شفتهم بنفسي مش عايزين يروحوا ناموا، يعني قاعدين هناك، على حتى اتعمل لهم شكل المناطق الانتظار شيء محترم جدا ومظلات محترمة جدا وبألوان جميلة جدا، ومعمول المناطق الاستراحة شيء رائع، الفنادق كانت على أعلى مستوى واخدة كلها جرين ستارز درجات اللي هي الخضراء. صحيح. صديقة للبيئة من المنظمة الدولية، دي ما بتتاخدش محليا. نعم. فخدت فنادق شرم الشيخ من الثلاث درجات لغاية أعلى 15 درجات كلهم خدوا شهادة جرين ستارز من الهيئة الدولية للتنمية السياحية. نعم. وبالتالي استخدام السيارات الكهربائية واستخدام نماذج الطاقة الشمسية ووجود استراحات للمشاة على كل مسافة قصيرة والاتوبيسات الكهربائية وفي نفس الوقت جميع لمبات وشوارع شرم الشيخ مضاءة بأعمدة صديقة للبيئة وأعمدة ما فيهاش تلوث طالع منها وتعتمد على الطاقة الشمسية. فإحنا قدمنا نموذج محفلي من النادر أن تطبقه دولة أخرى. نعم. وأتصور إن ده سجل للدولة المصرية قصة نجاح غير عادية ستظل في أذهان كل من زار شرم الشيخ وسيدعو جيرانه وأسره وأبنائه أن يكملوا هذه الزيارات لأنها دعاية فعلا. لو حبينا نعملها بتكلفة الكامبين أو حملات الدعاية من أي شركة كانت اتكلفت مليارات من الجنيهات حتى الآن. صحيح. أشكرك جزيل الشكر دكتور مجدي علام أمين عام خبراء البيئة العرب، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.